اعتقد ابو خالد يعني نهائي لبى التوقعات، حقق خلينا نقول الامال من نهائي يجمع الهلال بالنصر، ممكن افضل فريقين هذا الموسم. الجميل في هذا النهائي حقيقة يعني وجود جميع عناصر النجاح، مقومات النجاح. أول شيء الحضور الجماهيري، الحضور الفني والأداء الفردي والجماعي اللاعبي، الحضور التكتيكي، الأداء التحكيمي العالي جدا، وأهم وقبل كل ذلك حضور سمو ولي العهد لهذا النهائي. كان جمال هذا النهائي مستوى الأداء الرفيع اللي قدمه فريقا الهلال والنصر في هذه المباراة. لا تستطيع أن تغمض عينك طوال 120 دقيقة إضافة إلى ضربات الترجيح طوال هذا الوقت، واحدة من أهم المباريات التي يمكن أن تكون مقياسا ومعيارا للترويج للدوري السعودي بصراحة، يعني أو معنى صح مباراة قمة ونهاية في الدوري السعودي. هذا النموذج اللي احنا ننتظره ونتمنى أن نصل إليه في مباريات الدوري السعودي بشكل عام أو بنسبة أعلى. قد نكون احنا في أول موسم في المشروع الرياضي، لكن احنا ننتظر ثلاث سنوات أن نستفيد من تجربتنا الأولى للانتقال إلى مرحلة أفضل. حقيقة المباراة لا تمل حتى تعيد تكرار مشاهدتها، مباراة تعتبر من أفضل المباريات في تاريخ الكرة السعودية. فرط النصر في المباراة خصوصا بعد حالتين الطرد؟ يعني المشكلة مو في التفريط، أحيانا أنت تكسب وتخسر، لكن التفريط المؤلم حقيقة اللي فرط فيه النصر بهذه البطولة التي كانت تطلب وده طوال وقت المباراة من خلال الطردين لنادي الهلال، ثم تتبعه مباشرة هدف التعادل، ثم أشواط إضافية الفارق الفني أو العناصري كمان يحسب لصالح النصر أكثر من شيء. الكثير من الفرص اللي جاءت لفريق النصر أيضا أثناء ضربات الترجيح، أيضا وضعت الكرة يعني في مرمى الحسن إنه يكون ينهي هذه المباراة، لكن أبت يعني حقيقة الكرة أن تكون في صالح النصر هي والكأس، ولكن هذا لا يهضم حق الهلال حقيقة الذي أثبت أنه واحد من عمالقة الكرة في المستوى السعودي، المستوى العربي، المستوى الآسيوي على هذا الأداء والشخصية التي فرض فيها إيقاعه حتى وهو ناقص عدد من اللاعبين، وهذا يدل دلالة يعني نوعية مميزة عند اللاعبين من العناصر من ناحية المسؤولية والحضور الذهني والجهد البدني واللياقي، إضافة إلى وجود مدرب عبقري حقيقة. لاحظ وقت ما انطرد كوبالي كان الهلال هو المتفوق بعد هذا، وكان من المفترض أن يكون النصر هنا. ظهر أداء المدرب وتكتيك المدرب في هذه الحالات الصعبة في قيادة أي فريق، فتفوق على كاسترو بشكل كبير جدا، واستطاع أن يقود المباراة إلى ضربات الترجيح وتسليمها إلى بونو وبقية اللاعبين.